حياكم الله مشاهدينا من جديد. احتضنت الرياض الحفل الختامي لمسابقة منتدى الشركات الناشئة في السعودية، وتم الإعلان عن الفائزين في الحفل على شرف معالي الدكتور ماجد بن عبد الله القصبي وزير التجارة والاستثمار. وتميزت المرأة في هذا المنتدى، وحصلت العديد من رائدات الأعمال على مراتب، سواء كانت من قبل الجوائز أو كحضور. طبعا أكيد يسعدنا تكون معنا واحدة من الرائدات الفائزات في المسابقة، وهي دكتورة رحاب عبد العزيز. يسعد مساكي معنا. أهلين أهلين، شكرا على الاستضافة. يعني أول شيء نبارك لك الإنجاز، وكمان نفخر بعطاءاتك الجميلة وأفكارك. رح نرجع نتكلم عن محاورنا، لكن في برومو بسيط موجود معنا، نطلع مشاهدين نشوف هالبرومو وراجعين. الاجتهاد وقود النجاح، والعزيمة وقود النجاح، والأمل هو اللي يخلينا نستمر. ولأن الرغبة والقدرة والفرصة أساس أي نجاح، أكيد نفخر بكل إنجازات ونجاحات يقدمها أبناء الوطن للوطن. ونرجع ثاني مرة دكتورة رحاب، وهي الحاصلة على المركز الثالث في المسار الاجتماعي. يسعد مساكي معنا من جديد. ومساكي عزيزتي. ويعني خلنا نتكلم عن تخصصك وتوجهاتك واختيارك لهذا المسار تحديدا. أنا اسمي رحاب عبد العزيز حسنين، عندي دكتوراه في إدارة المستشفيات. كنت أنا وعائلتي عايشين في أستراليا لمدة 10 سنين، وبعدين لما جيت هنا السعودية كنت بدور على مدرسة لبنتي، وكنت حريصة إنه المدرسة تقدم أكل صحي في المقصف. حلو. تعب صراحة عشان ألاقي مدرسة توفر هذه المقصف الصحي. فقلت أستغل مهاراتي البحثية والأكاديمية إنه أبدأ مشروع ريادي اجتماعي يوفر هذه الوجبات الصحية في المدارس والحضانات. طب كيف لقيتي إقبال أو الاستفسارات حول المشروع، خاصة في البداية؟ إحنا يمكن نجهل أحياناً، وأحياناً تلاقي الواحد يجي يقول لك إحنا عندنا نظام صحي، نرجع نقول إنه أولادنا ما يحبوا هذا الأكل، يعني صعب إنه قدامهم خيارات أخرى ويجوا للأكل الصحي. كيف لقيتي الإقبال؟ صحيح صادقة، يعني أنا استعملت الأبحاث السابقة والخبرات السابقة في المجلات العلمية، كانوا بيذكروا إنه إذا تقدمت الأصناف الصحية بطريقة جذابة للطفل حيكون إقباله عليها أكبر. فإحنا حرصنا أنه كل الأصناف الصحية نقدمها بطريقة جدا colorful، كلها ألوان، وتجذب عين الطفل وتشجعه أنه يأكله. وفي معروف البير بريشر، يعني لما يكون الأطفال كلهم بيأكلوا نفس الصنف حيضطروا أنه يقلدوا بعض ويأكلوا نفس الصنف. فحرصنا أنه يكون الممون الأساسي في المقصف يكون أكل صحي، فما في بديل ثاني. فكان الإقبال الحمد لله عالي، وكان جدا شيء أسعدني إنه شفت الأطفال كان عليهم إقبال على الفواكه، الخضار، العصائر الفريش. فالحمد لله إن شاء الله بداية موفقة. دكتورة رحاب، يعني حلو الواحد إنه يبدأ مشروع عشان مجتمعه مو بس عشانه هو، يعني مشروعك كان انطلاقه وهدفه سامي جدا إنك تغيري فكرة وتوجهات وصحة أبنائنا. خلني أتكلم من منحنى آخر، النجاح والدعم. أكيد ما في إنسان اللي يحتاج هذا النجاح طبعا. عشان يوصل للنجاح يحتاج دعم. مين خلف دعمك أو نجاحاتك يعني؟ والله يعني زوجي في الأساس، أهلي، فريق العمل اللي عندي كلهم ما شاء الله داعمين وحابين الفكرة وعندهم نفس الشغف والاهتمام بالأكل الصحي، وجميع الجهات الحكومية. لما كنت ببدأ المشروع لقيت تسهيلات صراحة مبهرة، ومثلا زي طاقات ساعدوني جدا في توفير الوظائف، ألاقي مؤهلات للوظيفة، وكمان المواقع التواصل الاجتماعي لقيتهم داعمين المؤثرين وحابين الفكرة وساعدوا في نشر المشروع هذا. فالحمد لله. جميل، حلو، يعني مشروع فعلا كان المجتمع في حاجته، وان شاء الله باذن الله من نجاح لاخر. حنرجع نتكلم معك، لكن معنا مداخله هاتفيه من المهندس محمد حكمي، وهو المدير التنفيذي للمبادرات الدوليه وتطوير الاعمال في مجتمع جميل. يسعد مساك معنا. يسعد مساك واهلا وسهلا. يا
يعني بداية نبغى نتكلم عن الاي ام تي يعني للشراكة الناشئة باختصار، اشرح لنا يعني كيف آلية التسجيل والمشاركة في هذه المسابقة. طيب شكرا على الاستضافة، وبداية أحب أهنئ الدكتورة رحاب على فوزها بإحدى جوائز المسابقة. تستاهل والله، ما أحب بعد نهنيها. وكذلك جميع الفائزين بمسابقة هذا العام. منتدى MIT لريادة الأعمال السعودية، أعطيك فكرة بسيطة عنه، هو تأسس في 2015 في السعودية، وهو جزء من شبكة عالمية من الفروع التي تكرس نفسها لدعم ريادة الأعمال والابتكار وتقديم المعرفة والتدريب لرواد الأعمال على مستوى العالم تحت إشراف منتدى MIT العالمي لريادة الأعمال في العالم. وفرع السعودية الحديد يهدف إلى ترويج لبيئة ريادة الأعمال وإثراءها في المملكة العربية السعودية، تعزيز روح المنافسة بين رواد الأعمال في السعودية ورواد الأعمال في الوطن العربي من خلال المنافسة في منتدى MIT للشركات الناشئة في الوطن العربي اللي حيقام إن شاء الله في شهر إبريل القادم. ما شاء الله. طيب يعني معلش يعني مهندس، خلنا نسألك أكثر عن يعني كيف شفت مساهمة المرأة تحديدا هذا العام؟ يعني احنا شفنا ما شاء الله فرص كثيرة أتيحت للمرأة، وفي كثير من رائدات الأعمال قاعدين فعلا يقدموا أشياء مجتمعية ومشاريع مجتمعية رائدة. خلنا ناخذ قراءة سريعة ورؤيتك في يعني تواجد المرأة. الحقيقة احنا هذا العام يعني فخورين جدا بالمشاركة شابات الأعمال في هذه المسابقة. يعني العدد اللي وصل للمسابقة هذا العام يعني زاد عن 2500 مشاركة، يعني بالتحديد 2536 مشاركة من الجنسين، 44% منها من شابات الأعمال. ما شاء الله، وهذا رقم رائع وجدا ممتاز، وفي زيادة 14% عن العدد اللي تقدم العام الماضي. وهذا يعني يدل على تطور المسابقة وعلى حرص رواد الأعمال على المساهمة في مثل هذه المنتديات العالمية للاستفادة مما تقدمه مثل هذه المنتديات، وخاصة أن منتدى MIT لريادة الأعمال في السعودية ليس مجرد مسابقة، هو رحلة متكاملة لرواد الأعمال منذ بداية فتح الباب للتقديم إلى المسابقة حتى إعلان أسماء الفائزين. ويعتبر أيضا فرصة يعني وفتح باب لهم في وجودهم من خلال مشاريعهم. أخيرا خلني أسألك عن كيف تم اختيار المتأهلين والفائزين بعد؟ يتم اختيار المتأهلين والفائزين من خلال لجان التحكيم. بداية المسابقة يتقدم الآلاف، هناك لجنة تحكيم يعني عددها من 60 إلى 100 حكم يختاروا المشاريع التي تتأهل للمرحلة الثانية، وعددها 45 مشروع. ال 45 مشروع يتم تأهيلهم من خلال برنامج تدريبي ومن خلال جلسات توجيهية في كل من جدة والرياض والمنطقة الشرقية، ثم بعد ذلك يكون في لجنة ثانية، لجنة التحكيم الثانية، 15 محكم من الشركات الناجحة من شباب الأعمال الناجحين يختاروا الفرق المتأهلة للنهائي. ثم لجنة التحكيم الأخيرة وتكون عبارة عن مدراء تنفيذيين ورؤساء شركات، 15 محكم في المسارات الثلاثة للمسابقة اللي هي مسار الشركات الناشئة ومسار الشركات الاجتماعية ومسار الأكثر، هم اللي اختاروا الفائزين بالمسابقة واللي يتم إعلانهم في ختام المؤتمر ستارت سمارت اللي من أهدافه استقطاب قصص النجاح من السعودية والوطن العربي والمتحدثين من جامعة MIT ومن الوطن العربي لإلهام الشباب ولفتح الأبواب لهم للمستقبل بإذن الله تعالى. مهندس محمد شكرا لوجودك معنا، احنا نشكرك وكمان نبارك لكل سواء كان فازوا ولا قدموا ما تحت لهم الفرصة انهم يحظوا بالفوز. يعطيك العافية، شكرا لك. ونرجع لك دكتورة رحاب، يعني اول شيء ما شاء الله هو يعني اثنى عليك لانه فكرتك فعلا فكرة مجتمعية يعني نابعة عشان المجتمع مو الشخصية فقط. خلينا نتكلم اكثر عن انه في كثير من السيدات عندهم مشاريع لكن تلاقيها مترددة، احيانا تكون خايفة من الفشل. رسالتك لكل واحدة تحمل فكر وتحمل رسالة لكن مترددة شوي وخايفة، إنه دائما خليكي إيجابية، آمني بنفسك، الدعم موجود، الفرص متاحة وكثير، والدعم الحكومي والتسهيلات الحكومية الآن صراحة جدا أبهرتني، كلها صارت أونلاين التسهيلات. يعني حتى الجهات الحكومية زي مثلا البلدية قسم السيدات، لما رحت كل مين يبغى يخدم، كل مين يبغى يساعد. فيعني خليكي واثقة من نفسك ومآمنة بنفسك وإن شاء الله النجاح قدامك. دكتورة رحاب، أخيرا طموحاتك.
طموحاتي أنه أقدر عن طريق هذا المشروع الريادي الاجتماعي أساهم في تقليل نسبة السمنة عند الأطفال ونواكب عجلة التنمية بأنه نوفر فرص وظيفية للمرأة السعودية ونكون مواكبين لرؤية 2030. إن شاء الله كل التوفيق لك دكتورة رحاب عبد العزيز، فعلا أنت فخر لنا ونبارك لك من جديد هذا الإنجاز، يعطيك العافية.